يا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من عربود، نبتديها مع أهم العناوين. ماجد المهندس وقصته مع الفلكلور السعودي. هل ستعتزل لميس التركية التمثيل؟ هستيريا ستار وورز بدأت والمئات ينتظرون تحت الشتاء. يسرى في سرايا عابدين رغم الدعاوى القضائية. إيش هي الإيرادات اللي سجلها فيلم تار The Dark World على شباك التذاكر في أمريكا؟ وهل أفقدت جائزة بريطانيا الممثل ساشا بارون كوهن عقله؟ مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية. يقوم الفنان العراقي ماجد المهندس حالياً بتسجيل ألبوم خاص بأغاني الفلكلور السعودي ما بين القاهرة وجدة، وذلك بتوزيع جديد يناسب الأغنية السعودية والخليجية اليوم. وكان المهندس قد قرر تقديم أغنية جديدة من كلمات الشاعر العراقي حازم جابر بعنوان لا جيني، ألحان أحمد الحداد، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيطرح الأغنية ذات اللون العراقي بشكل منفرد أم أنه سيضمها إلى الألبوم الجديد. أعلن الفنان راغب علامة عن وجوده في القاهرة لالتزامه بعدد من مواعيد العمل والاجتماعات، وقال راغب: وصلت إلى القاهرة الحبيبة وعندي كثير أشياء أعملها ومواعيد كثيرة. راغب أعرب عن حبه وعشقه لمصر ونهر النيل، وقال: أسكن على ضفاف نهر النيل اللي أعشقه ويعشقني. نبقى في مصر وحكاية النجوم والمخدرات طويلة، وآخرها قصة النجمين دينا الشربيني وأحمد عزمي اللي يحاولون الخروج من الأزمة بأقل خسائر. لكن من هم النجوم الآخرين اللي وقعوا في هذا الفخ؟ لنستعرض بعض الحالات. صدمة جديدة تلقاها الوسط الفني المصري بعد انتشار خبر القبض على الممثلة الشابة دينا شربيني بتهمة تعاطي الكوكايين. النسخة الأولى من الخبر أكدت أن بطلة مسلسلي موجة حارة وتحت الأرض كانت في شقة صديق لها في ضاحية الزمالك في القاهرة من أجل الحصول على تذكرة كوكايين من رفيقها الذي يتاجر بالسم الأبيض. لكن سرعان ما انتشرت رواية أخرى أكدت أن الشقة كانت تحتوي على الكوكايين فعلا، غير أن الممثلة لم تكن تتعاطاه وأن تحليل دمها أثبت ذلك. وبعيدا عن مصير الشربين التي حظيت بتعاطف زملائها في الوسط الفني بعد انتشار الخبر وتمني محبيها أن تخرج من الأزمة سالمة، بات واضحا أن شبح تعاطي المخدرات والإتجار بها يحوم حول عدد من النجوم المصريين في العقود الثالثة الأخيرة. فقبل أسابيع تم إلقاء القبض على الممثل أحمد عزمي في شرم الشيخ بتهمة تعاطي المخدرات مع سائقه الخاص، وأمضى عزمي 5 أيام في الحبس قبل أن يخرج على ذمة القضية. صرح عزمي بعدها بأن القصة كانت خلافاً بينه وبين ضابط شرطة بسبب رغبة الأخير في التحرش بالفتيات المعجبات بعزمي، مضيفاً أنه لجأ إلى المحامي مرتضى منصور للحصول على البراءة. تطول جلسات المحاكمة غالباً في هذا النوع من القضايا، وهو ما تكرر مع الممثلة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك، التي لا تزال تحاكم على ذمة قضية إتجار بالمخدرات تورطت بها في مارس الماضي. في صيف 2010 اعتقلت شقيقة الممثلة زينة بالتهمة نفسها، لكن سرعان ما حصلت على البراءة، وقيل وقتها إن نفوذ شقيقتها هو السبب. لكن في كل الأحوال بات هذا النوع من القضايا منقسما إلى مسارين لا ثالث لهما، إما أن ينجح الفنان في الخروج من الفخ ويتعلم الدرس، أو يتورط حتى يتوفى بتأثير المخدرات، أو يدخل السجن. والحالة الأخيرة انطبقت على ممثلين كبيرين هما سعيد صالح والراحلة ماجدة الخطيب، فكلاهما دخلا السجن بتهمة تعاطي المخدرات. الخطيب دخلته مرتين، الأولى عام 1982 بتهمة دهس مواطن بالخطأ
وهي مخمورة، حيث قضت أشهراً وراء القضبان، والثاني لمدة 5 سنوات ابتداءً من عام 1985 بتهمة تعاطي المخدرات، إلا أنها عادت للتمثيل واستمرت في البلاتوهات حتى وفاتها عام 2006. أما صالح فتم إلقاء القبض عليه للمرة الأولى عام 1991 بتهمة تعاطي الحشيش، لكنه خرج سريعاً قبل توقيفه مرة أخرى عام 1996 ودخوله السجن لمدة سنة. تضم قائمة الفنانين الذين عانوا من أعراض الإدمان وتعافوا منه فاروق الفيشاوي ومدحت صالح، فيما لم ينجح حاتم ذو الفقار في إقناع الوسط الفني بشفائه كما تردد، وظل منزوياً عن الأضواء حتى وفاته بصمت. ويعد مجدي وهبة أشهر من توفوا بجرعة زائدة، يليه المطرب عماد عبد الحليم الذي عثر عليه ميتاً في شارع مجاور لمنزله في مدينة الجيزة، وتردد حينها أن السبب جرعة مخدرات زائدة. وكان الموسيقار حلمي بكر قد أكد أن 70% من الوسط الفني يتعاطى المخدرات، وقد أصاب كلام بكر جمهور الفنانين بالصدمة، ليؤكد ما يشاع كل فترة عن معاناة أحد الفنانين أو المنتجين من السموم البيضاء، لكن من دون أن يقع في قبضة الشرطة أو تتسرب أخبار خضوعه للعلاج في مصحة متخصص، فتظل التهمة عبارة عن خبر مشكوك فيه ومؤكد في الوقت نفسه. هستيريا ستار وورز بدأت والمئات ينتظرون تحت الشتاء، التفاصيل في هذا التقرير. مئات الشبان البريطانيين أمضوا نهاية الأسبوع يقفون تحت الأمطار على أمل الحصول على دور في فيلم ستار وورز. تجارب الأداء للجزء السابع من سلسلة الأفلام المميزة أجريت في مركز بريستول للفنون في المملكة المتحدة، حيث بدأ مخرجو تجارب الأداء بحثهم عن شخصيتين هامتين. المخرج جي جي أبرامز يبحث عن فتاة شارع ذكية في أواخر سن المراهقة وشاب وسيم ذكي في أوائل العشرينيات من أجل دورين غامضين. كانت أعداد الشبان كبيرة وكانوا ينتظرون تحت المطر، فاضطر المنظمون أن يتوقفوا عن استقبال المزيد من الشبان. عملية انتقاء الممثلين ستدوم لأشهر كما يتوقعون. من المقرر بدء تصوير ستار وورز إبيسود 7 في استوديوهات باينوود في الربيع المقبل، على أن يبدأ عرض الفيلم في ديسمبر 2015. خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 7 سنوات تمكنت المغنية الأمريكية تايلور سويفت من تسجيل اسمها بين المغنيات الشابات الأكثر شهرة عالمياً. شهرة سويفت جاءت بعد أن حققت النجاح من خلال مجموعة من الأغاني، أذكر منها You Belong With Me, I Knew You Were Trouble. فهل نجاح تايلور سويفت ترجم استقرار حياتها العاطفية؟ لنتابع التقرير. لا تزال تايلور في العشرينات من عمرها، ورغم ذلك اشتهرت بمواعدتها بعضا من أبرز نجوم هوليوود، نذكر منهم جون مير، هاري ستايلز، تايلور لوتنر وجيك جيلنهال. لكن لسوء حظهم غالبا ما كانت تنتهي العلاقة الرومانسية بأغنية لسويفت، حتى أن بعض المعجبين علقوا على الأمر قائلين إنها تواعد الشبان لتحصل على مادة لأغانيها. كما ربطتها علاقة بالمغني وكاتب الأغاني الإنجليزي إتشيرن، لكنهما أصرا على أنهما مجرد صديقين. كشفت تايلور مؤخرا أنها لم تفكر في أي من الشبان الذين وعدتهم على أنه الرجل المنشود. بعد الفاصل، هل أفقد جائزة بريطانيا الممثل ساشا بارون كوهن عقله؟ حياكم الله من جديد. كشف الممثل المصري محمود عبد العزيز أنه سيطل على جمهوره بشكل مختلف من خلال مسلسله الجديد جبل الحلال، ومن جهته يواصل المخرج عادل أديب معاينة أماكن التصوير، كما يصارع السيناريست ناصر عبد الرحمن بكتابة الحلقات حتى تكون جاهزة قريبا، ومن المقرر أن ينتقل تصوير المسلسل ما بين أكثر من بلد عربي. تواصل الممثلة المصرية يسرى تصوير مشاهدها الخاصة في مسلسل سرايا عابدين رغم قرار نقابة السينمائيين بوقف تصوير العمل حتى يتم البث في الدعوى القضائية المرفوعة من المخرجة المصرية إناس الدغيدي ضد مؤلفة المسلسل الكويتية هبة مشاري، واللي اتهمتها فيها بسرقة الفكرة من مسلسل عصر الحريم. يذكر أن مسلسل سرايا عابدين من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وهو من إخراج عمرو عرفة.
The Invisible Woman فيلم من إنتاج إنجليزي محوره حياة الكاتب الشهير تشارلز ديكنز، من المتوقع أن يبدأ عرضه في الصالة العالمية في 14 من فبراير المقبل. وفي حلقة اليوم من برنامج عربوت سنشاهد سويا بعض المقتطفات منه. Into it with a mighty bound, and the ship was gone. Truly, Mr. Dickens, it is never so alive as when it is spoken by its author. Thank you. Mr. Dickens! Thank you. You are an admirer of my husband's work. At the moment, I'm lost in Copperfield. Nelly has read every chapter twice. I am glad. أخرج فيلم The Invisible Woman رالف فاينز الذي لعب دور الكاتب الشهير تشارلز ديكنز. يلتقي شابة تلعب دورها فيليسيتي جونز ويصبح حبيبها السري حتى مماته. يعرض الآن في الصلاة. My daughter's a fine young woman. I'm anxious for her future. If I may be of assistance in any way. Do you love him? He's married. That has not stopped him falling in love with you. More gossip in the London Diary? You must deny it. You cannot keep her a secret. Yes, I can. He cannot marry me. No, he cannot. You have been in every line I have ever read. You are part of my existence. To the last hour of my life, you remain part of my character. Everyone has their secret, and this is ours. هل أفقدت جائزة بريطانيا الممثل ساشا بارون كوهن عقله؟ التفاصيل في هذا التقرير. الرجل المرح ساشا بارون كوهن بدا بشكل أحمق حين كان يستلم جائزة عن إنجاز لمدى الحياة في حفل توزيع بريتانيا أوردز في لوس أنجلوس. صعد كوهن على المسرح ليستلم جائزة تشارلي تشابلن للتميز في الكوميديا بصحبة سيدة عجوز على كرسي مدولب واسمها غريس. عرف عنها بأنها أكبر ممثلة مثلت مع تشابلن في فيلم صامت ولا زالت حية حتى الآن، ثم أدى رقصة نقر ووقع عليها مما أدى إلى دفعها على المسرح. كرم كوهن على أفلامه الكوميدية الناجحة مثل بورات، برونو وذا ديكتيتور. آخر ما قام بتمثيله كان فيلم من بطولة ويل فيرل واسمه أنكرمان 2 The Legend Continues، وسوف يبدأ عرضه في ديسمبر. بعد الفاصل، إيش هي الإيرادات اللي سجلها فيلم تور The Dark World على شباك التذاكر في أمريكا؟ حياكم الله بعد الفاصل. هل ما زال فيلم أندرز جيم متصدر المرتبة الأولى على شباك التذاكر في أمريكا؟ أم تمكن فيلم تور ذا دارك وورلد من فرض نفسه في القمة؟ إليكم الجواب ضمن يو اس بوكس أوفيس توب 10. في المرتبة العاشرة تراجع فيلم كلاودي وذ تشانس أوف ميت بولز 2 من المرتبة الثامنة إلى العاشرة، حيث حصد 2.7 مليون دولار. I can't believe my machine created all of this. It's enough to make a grown man cry. Are those chimpanzees? Butter. Look, mosquitoes. Perky. Oh, what's that over there? That's just a tomato. وعاد فيلم About Time إلى المرتبة التاسعة مع 4.7 مليون دولار. I just didn't know it yet. Tim, my dear son, this is going to sound strange, but there's this family secret that the men in the family can... travel in time. This is such a weird joke. It's not a joke. If it's true, which it isn't. Although it is. But if it was, which it's not. Which it is. How would I actually... You go into a dark place, clench your fists, think of the moment you're going to, and you'll find yourself there. For me, it was always going to be all about love. I'm Tim. I'm Mary. It's my mother's name. I remind you of your mother? Obviously, I should have thought this through more. Could you give me one second? Will you marry me? I think I'll go for yes. Some days, you only want to live once. I am so uninterested in a life without your father. It never occurred to me that I might lose you. I never said you could fix everything.
not without consequences. It's so good to see you. We've never met before. Oh, no. What do I do? You have to use it to make your life the way you want it to be. وتراجع أيضا فيلم كابتن فيليبس إلى المرتبة الثامنة مع 5.7 مليون دولار. Everything okay? I don't like the look of that. They're coming in fast. This is Mask, Alabama. We are an unarmed freighter. We have two skiffs approaching with armed intruders. Potential piracy situation. Copy, Alabama. You should alert your crew and get your fire hoses ready. Is that it? Chances are it's just fishermen. They're not here to fish. Shot fired! Take the hoses! This is not a drill. This is a real world situation. Listen up. We have been boarded by armed pirates. If they find you, remember, you know the ship. They don't. Stick together, and we'll be all right. Everything gonna be okay. Look at me. Sure. Look at me. Sure. I'm the captain now. وبقي فيلم 12 Years a Slave في المرتبة السابعة مع 6.6 مليون دولار. Till the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped. Sold into slavery. Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man. And you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. Went down to the River Jordan. And that servant, don't obey his lord, shall be beaten with many stripes. That's scripture. The condition of your laborers, it's all wrong. They're my property. You say that with pride. I say it as fact. Speak! Man does how he pleases with his property. You come here. Master, I say come here! Days ago, I was with my family in my home. Now you tell me all is lost. If you want to survive, do and say as little as possible. Well, I don't want to survive. I want to live. You know something. I did as instructed. There's something wrong. It's wrong with the instruction. Master brought you here to work. Any more, I'll earn you 100 lashes. I know what it like to be the object of Master's lashes. No! In his own time, good Lord will manage them all. I will survive! وتراجع فيلم Gravity إلى المرتبة السادسة بعد أن جمع 8.5 مليون دولار. GPS is down. Give me a visual. I told you nothing. I see nothing. You have a visual of Explorer. No. You have a visual of ISS. No. You need to focus. Anything. The sun and the earth. Give me coordinates. I can't breathe. Give me coordinates. I can't breathe. You're burning oxygen. You have to sip, not gulp. So where's home, Dr. Stone? Lake Zurich, Illinois. Is there somebody down there looking up, thinking about you? I had a daughter. A little girl with brown hair. Tell her that I'm not quitting. أما فيلم أندرز جيم فتراجع من المرتبة الأولى إلى الخامسة مع 10.2 مليون دولار.
not ready. You're never ready. Go when you're ready enough. Track them from below the ice. Shoot straight. Stay calm. Here we go. Fire! I've never seen anyone do that. We should tell him the truth. Why? When it's over, what will be left of the boy? What does it matter if there's nothing left at all? If you don't try, then we will all be lost. I'll do everything I can to win this war. If you succeed, you will be remembered as a hero. He's abandoning his entire fleet. He's in command. There's no stopping him now. In 3, 2, 1... وتراجع أيضا فيلم لاست فيغاس إلى المرتبة الرابعة حيث جمع 11 مليون دولار. What the hell are you doing here? Billy is tying the knot in Vegas. If you think I'm going to Vegas for that selfish bastard, you're dumber than that hat. Welcome to Las Vegas. Relax, it's not like you invented it. How many times I gotta say I'm sorry? You can't say it enough. Sorry, boys, knock it off. I'm gonna go find some damn water and take all my damn pills. Then we're gonna get this damn party started. وتقدم فيلم Free Birds إلى المرتبة الثالثة حاصداً 11.1 مليون دولار. See you later, Reggie. We came to this farm for my favorite presidential tradition. Pardoning the Thanksgiving turkey. Don't worry, you're safe. I'm tired now. وبقي فيلم Jackass Presents Bad Grandpa في المرتبة الثانية بعد أن جمع 11.3 مليون دولار. Grandpa, this thing doesn't work. Oh God. Nothing. Oh! Oh! Ah! I'm hungry. Bobo might lay down. Okay, Grandpa? Reggie! You're gonna take that child away from me. I'm sorry. You are sorry. You're sorry as hell. You're very pretty when you're mad. You're pissing me off. Thank you for being here today. What's your stripper stage name? I look like a stripper. I'll just call you Cinnamon. Wanna have some fun? Yeah. You're a pretty little girl. You got it? One of these girls is a grandpa. أما المرتبة الأولى فدخل مباشرة فيها فيلم Thor The Dark World مسجلاً 85.7 مليون دولار إيرادات في أول 4 أيام من عرضه في الصالات الأمريكية. Some believe that before the universe, there was nothing. They're wrong. There was darkness, and it has survived. What's gonna happen? I gave you my word. I would return for you. Face an enemy known only to a few, known only to one. You must be truly desperate to come to me for help. If we do nothing, they will just destroy us. You even think about betraying him? I'll kill you. That was from New York. I like her. Thor, your bravery will not ease your pain. Your family, your world will be extinguished. We're running out of time. The very fabric of reality will be torn apart. I'll find a way to save us all. All yours.
يكن رفض الممثلة التركية توبا بيكسون المعروفة عربيا باسم لميس لتشارك في مسلسل مال أسود وعشق كاذب مجرد رفض لدور عادي. اتردد أن لميس كانت ستتقاضى عنه مبلغ 1.25 مليون دولار أمريكي. وكانت لميس قد كتبت على صفحتها الخاصة على تويتر تغريدة بررت فيها اعتذارها عن المسلسل اللي ستلعب بطولته جون سوديري بديلة عنها، وجاء في التغريدة: أريد التفرغ قليلا لعائلتي وقضاء فترة ممتعة طويلا معها بعد غيابي عنها فترة طويلة خلال تصوير مسلسل الأخير 20 دقيقة. لميس اللي لعبت الأدوار بطولة في مسلسلات ناجحة توجت نجاحا الدرامي بمسلسل بائعة الورد بزواجها من بطله الثاني الممثل أونور سيلاك الشهير برأفت، بعد قصة حب بدأت سرا خلال تمثيلهما معا في مسلسل عاصي، حيث تزوجا في السفارة التركية في باريس، ثم رزقا بتوأمين مايا وتوبراك البالغتين من العمر 2 فقط، ويبدو أنها قررت التفرغ لتربية ابنتيها أقل في الوقت الحالي. بعد علاقة عاطفية قوية دامت سنتين، انفصلت الممثلة التركية نورغول شيلتشاي المعروفة في الوطن العربي بمرام في مسلسل قصر الحب عن حبيبها المخرج والممثل تولغا كاراجيل. ولم تعد نورغول تسكن مع تولغا في نفس البيت في بيبيك، وانتقلت إلى منطقة بالمومجو في إسطنبول. بعد الفاصل، افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته 22. حياكم الله في القسم الأخير. هل هناك فعلا علاقة تربط بين الممثل روسل براند والكاتبة جيما خان؟ الجواب في هذا التقرير. شائعات غرامية حول راسل براند وجيمايما كان تأخذ بالتفاقم بعد أن شهد الاثنان معا في لندن خلال عرض لفيلم وثائقي. النجم الكوميدي ابن 38 عاما شهد مع الكاتبة ابنة 39 خلال الأشهر الأخيرة، ووسائل الإعلام غير متأكدة من حقيقة طبيعة العلاقة بينهما. كان براند وكان معا في 6 نوفمبر، حيث كانا يحضران فيلما جديدا بعنوان Unmanned America's Drone Wars مع عدد من الأسماء الكبيرة مثل ميك جاجر. جيمايما كانت متزوجة سابقا من لاعب الكريكت الباكستاني إمران كان، كما أنها أمضت 3 سنوات مع هيو جرانت، بينما راسل تزوج من نجمة البوب الشهيرة كاتي بيري، ودام زواجهما 14 شهرا. منذ حوالي شهر شهدت الصالات اللبنانية انتفاضة نمائية بعد إطلاق 3 أفلام من إنتاج لبناني في الصالات، وهذا أمر لم يحصل في تاريخ السينما اللبنانية. الأفلام هي حبة لولو للمخرج ليال راجحة، غدي للمخرج أمين ضرة، وفيلم عصفوري للمخرج فؤاد عليوان. لنشاهد سويا مقتطفات من هذه الأفلام. أكبر غلطة عملها جدك أنه باع البناية وفرز شقة. بدك تقنعي لجوزك أنه يبيع الشقة، والسعر اللي نحن رح نعطيك إياه ما رح يجيك مثل حكايته. أربع أمتار السقف. $200. ضبطي حالك فيه. غمضي عين وفتحي عين، شقة وسيارة وفلوس بالبنك. باي باي بيروت. شو انتو معنا شركة؟ لوين رايح؟ كمل كيسك معنا. الله كيف؟ يا إما بتبيعه. ما غمضت العين يا مخلوقة، صوت غريب عجيب. هيدا غادي لازم نلاقي له حل. دخلك يا أبو الياس، أي أمشي أزيل ولاد ابني إلي؟ ما تخافش، لشو بينزل عن الشباك؟ قعد لي فوق مثل هارون الرشيد. يا رب تنجينا هالخليفة. خلصني يا أبو الياس، بدي أطبق على الطبخة. يلا. دخلك شو رح يعملوا بالمجرور؟ مش جاي الانتخابات؟ فرجيهم عن مجلس المرد. اسكت بقى اسكت، وين حالك وين امك شوي؟ ها مسكت مثل الراديو. بنات صار عندهم خي، احلى شاب بكل الحي، جوات عيونهم صغار خب اسرار اخبار كتار، حد بتحكي القريبة تسرح دمعة غريبي. هيدا ابني حبيبي حبه ما بعرف قدي، صار عندهم خير
منه من جايته عم تسمعي؟ يلا حلا بيتليك، انت بتعرفها لام اشي بيتليك. ولك افتح. ليش انا؟ ليش انا يا الله؟ انا جاي بقوزك. افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا المصرية للدورة 22 مهرجان الموسيقى العربية بحضور عدد كبير من الفنانين والنقاد. وقد أشادت عبد الدايم بالجهود اللي قامت بها الدكتورة الراحلة رتيبة الحفني بتأسيس هذه الدار. لقاءات من أجواء الافتتاح في هذا التقرير. الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة 22 لمهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير بدار الأوبرا. وأكدت عبد الدايم في كلمتها بحفل الافتتاح على أهمية الدور الذي يلعبه المهرجان والذي يعتبر عيدا للموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي. وأشادت بالدور البارز للراحلة الدكتورة رتيبة الحفني التي تعد أول رئيس لدار الأوبرا المصرية والعميد الأسبق لمعهد الموسيقى العربية وصاحبة مؤسسة هذا المهرجان. وتخليدا وتقديرا لإسمها تقرر إطلاق اسمها على جائزة مسابقة المهرجان. جمهورنا الحبيب، أقف معكم اليوم على خشبة المسرح الكبير في نفس المكان الذي وقف فيه قبلي أستاذتي العظيمة الدكتورة رتيبة الحكيم. مؤسس مهرجان وأمين عام المهرجان منذ إطلاقه عام 1992، إنه موقف صعب وتحدي كبير. دورة 22 دي مسؤولية كبيرة قوي، وكانت دكتورة رتيبة الحفني الله يرحمها طبعا كانت وصيتها ان المهرجان يستمر. فالحمد لله ان انا كنت قريبة منها جدا، ان هي فعلا بشكرها ووصل لها دعائي، ان هي خدتني معاها علمتني واحتضنتني وسابت لي امانة. اتمنى ان انا اكون قد الامانة اللي سابتها لي، ان انا اقدر اوصل الموسيقى العربية لكل العالم العربي، احافظ على التراث بتاعنا، يفضل المهرجان في ازدهار وتتوارثه اجيال وتبقى رسالتها مستمرة الى مدى نهاية. يمكن كان في غياب لفنانين ما كانوش بيجوا مصر، فنان لطفي بوشناق سنين ما كانش موجود، فنانة اصالة، الفنان السوري طبعا صفوان بهلوان، المشاركة من لبنان ومن الفنان جهاد عقل عازف الكمانج ومن الأردن. يعني في تواجد للبلاد العربية السنة دي أكتر من قبل كده، وفي تواجد بشكل غزير جدا لمطربين الأوبرا. يعني كانوا دايما بيقولوا ليه احنا مش في المهرجان. أنا بما أني رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية وأنا وقتي مدير المهرجان، فكنت حريصة أن أحتضنهم لأن هم نجوم دلوقتي بنفس الصف الاول زي ما وقفوا على خشبه المسرح نجوم. النهارده بقى نجوم فنانه اصاله وامل ماهر وانغام وغدا رجب وريهام عبد الحكيم، كل دول الاوبرا طلعتهم النهارده في صف تاني وهينافسهم وهيتواجدوا معاهم في المهرجان، وهتبقى بالنسبه لهم ان شاء الله انطلاقه جديده. عايز أشكر إدارة المهرجان اللي قامت بهذا التكريم، وأعرب عن سعادتي لأن أي حد بيشتغل سنوات طويلة وبعد كده يكرم، فده بيكون أنه حاسس أن جهده اللي عمله ده كله خلال سنوات كتيرة ما راحش هباء، وفي نفس الوقت بيكون دافع لي لمزيد من العمل في مرحلة النضج في التفكير والكتابة. واليوم تضيء الشمعة 23 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. هذا المهرجان الذي يعتبر عيداً وعرساً
للموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي. الله يرحمك يا دكتورة، وانت عملتي كتير قوي وربيتي جيل كبير وسبتي تاريخ كبير جدا كفيل بانه يحمي هذا المهرجان، وان شاء الله يكبر معاه بالنسبة للمهرجان يعني. وعايز اقول الحمد لله رغم كل الظروف احنا مصرين، وانا مصرة على تقديم المهرجان في معاده وبصورته الجميلة، ويمكن بنزود كمان في قيمته، بنخرج برا القاهرة وبنروح اسكندرية وبنروح دمنهور. حفاظ عن التراث، ان انا بحافظ على التراث وثابت عليه. انا بغني من ايام عبد الحليم نويره. احنا عندنا ادوار كتير، موشحات كتير، قصايد كتير، وبعد كده بقى بنغني بقى عبد الحليم وام كلثوم عبد الوهاب. موجودة في مهرجان الموسيقى لأني أنا من محبي الموسيقى العربية ومحبي الفن الأصيل، الفن اللي كلمات الأغاني جيدة، الألحان جميلة، فأنا زبون دائم عندهم. لكن النهاردة بالتحديد كنت حريصة جدا، لازم آجي، ما فيش أي حاجة تمنعني، عشان إقامة المهرجان في هذا التوقيت اللي بتمر بيه مصر دلالة كبيرة جدا على إن مصر بخير، مصر بأمان، مصر بتفتح ذراعيها لكل الناس ييجوا فيها. بنقيم مهرجاناتنا، بنغني مع الناس، موجودين في كل مكان، في أمان في كل مكان. فعايزة أقول لكل العالم اتفضلوا، مصر فتح ذراعيها لكل ضيوفها عشان يستمتعوا بما نستمتع به إحنا، واللي انتوا بتحبوه دايما الموسيقى العربية. اتفضلوا تعالوا مصر. اليوم من عربود انتهت، نلتقيكم غدا في أمان الله.